شكرا السيد الرئيس، اشتغلنا في الاختصاصات التي اعطاهنا اياها الدستور المغربي. شكرا. التصور الحزبي هي اللي جبنا ديالنا ودرناهم في البلايص، التصور الحزبي هو اللي كانوا تيديروا ديالهم في البلايص. خليونا من الكلام، ما كاينش المزايدات في هذا الكلام. باش نديروا التصور الحزبي، اتحدى شي واحد، اتحدى شي واحد يجي يقول في الوزارة التعليم العالي كاين شي تعيينات على اساس حزبي، اتحدى اي واحد. باش ما نخليو الجامعة، نخليو لها الحرمة ديالها. راه الا دخلنا لهذا المنطق خربنا المستقبل ديال البلاد. اذا حذاري حذاري من ان هذا الكلام يلقى صدى داخل الجب، ما كاينش. الوزير مسؤول عن قطاعه، الا تظلم شي واحد، الا قلت انت ظلمناه ولا مشاو للمحكمه، سير قول لهم يمشيو للمحكمه. وحنا مستعدين نبينوا الاسس. واش غادي نجي نقول الاسباب ديال كل واحد؟ المسؤول هو الوزير الذي سيحاسب، وإلا تظلم شي واحد المحكمة منا. واش غادي ندخلوا في المحكمة؟ إذا خلي هذا الكلام ربما لا يليق، لأن الدستور اللي أعطى الحق ديال التعيين أعطى لرئيس الحكومة الحق ديال الإعفاء، وهو إعفاء مبرر من طرف الوزير. ما يمكنش الوزير يجي يعفي إلا ما أعطى تقرير رئيس الحكومة. هذا هو القانون. إذا كان شي قانون آخر أعطيه لنا. شكرا.